يسعد صباحك نانين. صباح الخير هايدي، كيفك اليوم؟ تمام، انت كيفك؟ انا الحمد لله بألف خير. صباح الخير لك ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه، يوم جديد ونهار جديد، ان شاء الله يا رب يكون حامل معه كل الخير والفرج وراحه البال لكل الناس، وان شاء الله يا رب مع هالايام الفضيله والمباركه تحمل الخير وراحه البال مثل ما قلنا، والسلام لكل السوريين. ودائما هيك مع بدايه الاسبوع الجديد هادي بنقول يعني بنستبشر خير انه شاية. يحملنا شيء حلو. اكيد يسعد صباحكم مشاهدينا مشاهدي الأخبارية السورية، أسبوع جديد ونهار جديد إن شاء الله يا رب بيحمل كل الخير والصحة والرزق وراحة البال للجميع. محطاتنا عديدة لليوم رح تكون اجتماعية وقانونية، وأكيد مجموعة تقارير بمحافظاتنا السورية رح نتعرف على كل هالأمور، لكن مثل العادة خلونا نطلع على فاصل صغير ونرجع لنبدأ أولى فقرتنا لليوم. وأولى محطاتنا لليوم هايدي رح نروح فيها للاذقية، تكريم الأوائل من رواد طلائع البعث على مستوى القطر بدار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية، التفاصيل ضمن التقرير التالي. أصحاب بصمة وتفوق وريادة، 33 طالبا وطالبة يحتفي بهم فرع منظمة طلائع البعث في اللاذقية من خلال حفل تكريم روادها لعام 2022 في دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية. دائما الأمل بالعمل، سنبقى نعمل وننجز حتى نعيد إعمار هذا الوطن أفضل مما كان. فيما يتعلق بتكريم الرواد، طبعا هو تكريم مستحق لهؤلاء المميزون الذين أبدعوا والذين تفوقوا كلهم في اختصاصه، وبالتالي لزام علينا أن نكرمهم وأن نحتفي بهم. أولئك الأطفال هم حصيلة نتاج عام دراسي كامل، مروا بمجموعة من المسابقات وتأهلوا على مستوى سوريا. نحن نشعر بالفخر والاعتزاز لهؤلاء الأطفال الذين ينتمون إلى هذه المحافظة. طبعا الهدف من تكريم هؤلاء الرواد أولا هو هدف مستحق، ولكن هو أيضا شكر وتقدير لجهودهم وجهود ذويهم وأهاليهم على هذه الرعاية الكريمة، بالإضافة إلى تشجيع الأطفال الطالعين على المشاركة والإقدام في هذه المسابقات. المؤتمر السنوي اللي بتقوم فيه منظمة طلائع البعث على مستوى الفروع في المحافظات بيحرص دائما لحتى نحن نوقف على العقبات والصعوبات اللي بيواجهوها رفاقنا في المحافظات، الصعوبات التنفيذية للأنشطة الطليعية، صعوبات مع رفاقنا الطليعيين من أجل تجاوز هذه العقبات وتعزيز النواحي الإيجابية بما يخص الأنشطة المتميزة اللي أعطت نتائجها مثل مسابقات الرواد لما بيطلع عنا أطفال متميزين لرعايتهم وتحفيزهم ضمن المنظمة. لم تغب الفقرات الغنائية والراقصة لأوركسترا حلم عن الحفل لتضفي أجواء حماسية. كانت تجربة كتير حلوة إلنا، ومنتمنى نعيدها ومننصح الكل كمان يجربوا ويكونوا رواد مثلنا. فزت بالرواد على مستوى القطر صف الخامس. طلعت على الرائد على القطر على هيدا على الناي صف الخامس. طلعت الرائد على مستوى القطر بمجال بيانو غربي الصف الخامس. هي مناسبة لتحفيز الأطفال من خلال التكريم نحو تطوير مواهبهم وتشجيعهم على الإبداع في مختلف مجالات العلم والفن والأدب.
أما هلأ نرمين للتقرير الثاني، وعاماني على رحيل الشاعر السوري الكبير مروان الخاطر، وفي ذكرى رحيله الثانية احتفت دار ديلمون الجديدة للطباعة والنشر واتحاد الكتاب العرب بإصدار مجموعة الأعمال الكاملة للشاعر الراحل، وذلك في دار اتحاد الكتاب العرب وسط حشد من الشعراء والأصدقاء والمحبين. تفاصيل أكثر مشاهدينا بالتقرير التالي مع زميلتنا سناء إبراهيم. اشتقت له كثير، افتقد الى فنجان الشاي الذي اصنعه لي له بيدي. ضليت منتظرهم لدرجه انه فكرت عم راحوا لمقابر اخرى يعني. أما وقد ذهب الذين نحبهم فإن الكلام يحلو لأنوارهم الحاضرة وهمس أرواحهم التي ما زالت تبعث ترانيمها في قلب كل محب عرفهم. عماني على رحيل الشاعر السوري الكبير مروان الخاطر، وفي ذكرى رحيله الثانية تكريم يليق بالرجل البدوي الذي أخلص للصحراء وبقي وفيا للريف والفرات الذي أحب وعشق، تكريم للشعر والورق الذي أبقى الخاطرة حاضرا بيننا. دار ديلمون الجديدة للطباعة والنشر ولمناسبة هذه الذكرى احتفت وبالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب بإصدار مجموعة الأعمال الكاملة للشاعر الراحل والتي ضمت 7 دواوين شعرية. حشد من الأصدقاء والشعراء والمحبين حضروا التكريم وكان لهم الكثير من الكلام الطيب الذي قيل في حق ابن الفرات. مروان الخاطر ابن مدينة البوكمال الفراتية السورية، منغمس في بيئته، هذا باد في أشعاره، منتم لبلده ولشعبه انتماء أصيلا عميقا جسده في مسيرته الشعرية. له أيضا بالتوازي تجربة إعلامية عميقة، حيث كان كاتبا للتمثيليات الإذاعية في التلفزيون ومراقبا ومدققا للبرامج التلفزيونية ومعدا لمئات البرامج التلفزيونية الصعبة التي لا يستطيع أن يعدها إلا المختصون جدا في الثقافة العربية الأصيلة. لم أجد في حياتي أنبل وأنقى وأكثر تهذيبا من مروان الخاطر، لدرجة أني أنا كما قلت منذ قليل أنه كان مهذبا لدرجة مستفزة، يعني تريد أن تجد عيبا شيئا ما ملاحظة لا تجد. مروان الخاطر يكاد أن يكون شخصا بلا عيوب، هو بوصلة، بوصلة في الإنسانية، بوصلة في الأدب، في الشعر، في اللغة، في الصفات الحميدة، بكل ما يخص الحياة الإنسانية والعملية، الإخلاص والدقة بالعمل، خوفه على الإنسان، ما من كان أينما كان يحب الإنسانية، يحمل في قلبه هم الطفولة، هم الإنسان، هم الوطن، هم الوطن العربي كله. أفتقد إلى فنجان الشاي الذي أصنعه لي له بيدي، وإلى فنجان القهوة السريعة الذي أستمتع عندما يطلب مني أن أحضر له هذه القهوة. لا يوجد شيء لا نفتقده فيه، كل شيء نفتقده. أحب أقول لمروان الخاطر شكرا، شكرا على هذا اليوم اللي كان كتير حلو، وشكرا على كل الأيام اللي كنت مرافق فيها وعشنا سوا، شكرا لكل حرف تعلمته منه، شكرا لكل لحظة ولكل إحساس ولكل صفة. أي شيء ممكن يكون لطيف بتكوين وضاح الخاطر فهو قطعا جاي من مروان الخاطر، فشكرا كثير، وبهذا اليوم تحديدا لازم أشكره شكر كثير خاص، شكرا. رحلة شعرية طويلة امتدت على مدى 60 عاما استلهمت بوحها من البيئة الفراتية الغنية، بدايتها كانت ديوان الناي الجريح وآخرها قصائد مراثي الروح، وفيها يمكنك أن تعيش غربة روح الشاعر وتسمع بوح قلب الأب المفجوع برحيل الأحبة، وهو ما ترجمه لاحقا بامتناعه عن الكتابة، لأنها كما قال لولده وصديقه الأبقى والضاح ترف لا يستطيع احتماله في ظل ما نعيشه من فقد وأحزان. ككل أصحاب الرؤى كان مروان الخاطر يرون أبعد مما يجب ويحتضرون أكثر مما يتطلب احتضار الحياة،
هو ابن دير الزور وصنعاء ودمشق، ولد ونشأ في مدينة البوكمال في محافظة دير الزور عام 1943، غادر إلى اليمن وبقي فيها 3 سنوات، عمل خلالها في التعليم والصحافة، ثم عاد إلى دمشق واستقر فيها، وخلال تواجده في دمشق عمل في الإذاعة وشغل عدة مواقع ثقافية وإعلامية، وألف العديد من البرامج الإذاعية والمسلسلات التلفزيونية، وكان عضواً في اتحاد الكتاب العرب واتحاد الصحفيين. في ذكرى رحيل الشاعر مروان الخاطر نقول: سلام على دمشق وصنعاء، سلام عليك وعلى الفرات. هايدي، وصلنا لأولى مساحاتنا لليوم، رح نحكي فيها عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياتنا كلياتنا. يمكن صرنا بنقضي بالساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكثير من الدراسات اليوم عم تطلع عن تأثير التقدم التكنولوجي على حياتنا. أكيد نرمين، نحن اليوم بعصر السوشيال ميديا، بعصر التطور والتقدم التكنولوجي اللي عم بيأثر على حياتنا وأنماط تفكيرنا بشكل كثير كبير. أي حدا فينا اليوم صار مصدر للمعلومة وبنفس الوقت صار متلقي، وايضا يعني فينا نقول انه كل شيء بدنا اياه صار مباشر، صار صحيح. سريع اكيد، وفينا نقول انه اغلب مجالات العمل او كلها بحاجه للانترنت، بحاجه لمواقع التواصل الاجتماعي. هذا الموضوع مثل ما له ايجابيات اكيد له سلبيات، لانه الاعتماد المتزايد والاطمان على الانترنت وخصوصا من الفئه العمريه الصغيره الاطفال والمراهقين ممكن يسبب لهم كثير مشاكل ويمارسوا سلوكيات خاطئه. فنحن بنختار كيف ممكن نتحكم ونضبط هي المواقع وشو رح تكون النتيجة. لنحكي أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع، معنا اليوم ضيفتنا بالاستوديو الاختصاصية التربوية عزيزة نورسي. يسعد صباحك. صباحك. أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. لما نحكي عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، الكل متفق اليوم أنه صارت هاي الوسائل عم تسرق وقتنا، كلياتنا عم نقضي بالساعات على هي المواقع، ولكن صحيح. ما فينا ننكر كمان الإيجابيات صحيح. يلي هي بتتمتع فيها هي الوسائل اليوم. هيك بنظرة عامة وبعد هاي السنين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كيف عم تشوفي التأثير؟ عم بيكون أكثر إيجابي أم سلبي؟ هلأ أي شيء بنستخدمه بطريقة صحيحة بيكون تأثيره إيجابي، إذا استخدمناه بطريقة خاطئة أكيد حيكون له تأثير سلبي. يعني أبسط مثال، نحن الطعام إذا كترنا مثلا ممكن أنه نتضرر. المال لا تسرفوا ولا يعني كتير في شغلات نحن لازم نعرف ونحدد كيف نحن بدنا نستخدمها. ومثل ما قلتي حضرتك انه وسائل التواصل الاجتماعي ما فينا نتخلى عنها نهائيا، صارت هي يعني مترافقة مع حياتنا الاجتماعية، مع حياتنا بكل ايامنا بكل اوقاتنا. طبعا الى سلبيات والى ايجابيات. هلأ أكيد إذا استخدمناها بشكل خاطئ في إلى كتير سلبيات، تضيع الوقت، تضيع الجهد، مرض بالأعصاب، ممكن توحد، ممكن أنه نحن بنلاقي بالأسرة الوحدة أهل البيت عايشين مع بعض بس هن كل واحد ماسك موبايله وعم يتراسل مع حدا، ما عاد في تواصل بين الأسرة، ما عاد في ترابط، ما عاد في هديك الألفة، هديك المودة. بتلاقي حتى لما بدهم يعني يحكوا حديث ما عاد في حديث مشترك غير الشغلات الضرورية، الشغلات اللي كتير مهمة. صار في إدمان عند بعض الناس. هلأ الشيء الأخطر إنه نحن لما نلاقي الأم عم تعطي الموبايل لطفل صغير ويقعد عليه بالساعات، يعني صحيح. هي أخطر شيء لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. هذا كتير كتير خطير، خاصة إذا هي ما كانت منتبهة طفلة شو عم يتابع، شو عم يشوف، شو البرامج اللي دخل عليها، شو الشغلات اللي عم يشوفها. طبعا هي السلبيات، وفي طبعا هي مؤذية للعيون، مؤذية للصحة، انقراص الفقرات، عدا إنه الواحد إذا دخل على مواقع سيئة بتغير له بأخلاقه بمبادئه، وكل هالقصص هي ممكن إنه تكون سلبية إذا ما عرفنا كيف نستخدمها. في عن نجي للإيجابيات، نحن بوقت صرنا عم نستخدم الموبايلات أو وسائل التواصل الاجتماعي، أول شيء نحن بهالأزمة اللي مرقنا فيها في كتير ناس هاجرت وسافرت، يعني ما بتلاقي بيت ما في حدا مثلا خارج القطر، فهي أول شيء وسيلة تواصل. ممكن نحن صرنا نشوف أهلنا اللي برا، أخواتنا، أولادنا،
أجدادنا مثلا بمكان هو بعيد كتير ما فينا نوصل له أو نزورهم، بس نحن عم نشوفهم مباشر صوت وصورة. فهي أول يعني فينا نقول إنه هاي شغلة إيجابية، عم نطمن عنهم، عم نشوفهم، عم قربت البعيد يعني. قربت المسافات البعيدة تمام. نحن ممكن إذا بدنا ناخد أي معلومة ممكن نحن نساوي دورات لغات، ممكن نتعلم لغة جديدة، ممكن نتعلم ثقافة جديدة، معلومة جديدة من خلال الموبايل، من خلال الدخول على برامج بتعلم اللغة، بتعلم الإتيكيت، بتعلم كتير شغلات. صار موجود كل شيء اليوم تماما. أي معلومة ممكن صار هو وسيلة للعمل. في كتير عالم عم تستخدم الموبايل إنه كوسيلة للعمل يعني أو للإيراد أو شيء. كمان هو ممكن إذا استخدمناه بشكل إيجابي يعني بنقدر نحصل على كتير شغلات. هلأ في ممكن بالمدرسة بموضوع ببحث علمي بثقافة بأي شيء، هدول الشغلات ممكن نحن نعتبرهم انه هن إيجابية. تمام. بنشوف اليوم يعني ناس كتير عندهم شخصيتين، شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تكون مثالية، او على يعني الحياة العامية بتلاقيهم يعني نحن بنكون بنعرفهم ما بيكونوا هيك. يمكن الموضوع شوي صعب على المراهقين، على الاطفال يلي لسه عم يكونوا شخصيته ما بيعرفوا اي الصورة يلي رح يطلعوا فيها. خلينا نحكي اكثر، قديش ممكن تاثر اليوم مواقع التواصل الاجتماعي على رسم تصورنا لذاتنا، عن تصورنا للناس وتصور الناس إلنا؟ طبعا هي مثل ما قلت انه اذا الواحد دخل هلا بالنسبه للاطفال او بالنسبه للمراهقين ممكن يفوتوا بمتاهات عديده وبشغلات انه غير واقعيه وغير موجوده. يعني بنلاقي احيانا ممكن حدا عم يتواصل مع مفكره بنت بيطلع شب، فهي فيها خيال وفيها بعد عن الحقيقة. ممكن مثلا عالم تحط على بروفايلها صورة تكون مو صورتها الشخصية، هي كمان من السلبيات. فالواحد لازم انه يتأكد لما بده يعمل اي شيء، اي سلوك، اي تصرف، ما يدخل بعمق، يعني ما يتعمق بالموضوع، ما يتعمق ب يعني ما يعطي كل شيء مثلا عنده، ما دغري يعرف عن شخصيته عن يعني يدخل بمجالات انه ما تكون هي موجودة بالواقع. ونحن لما بدنا نعطي الموبايل بس للأطفال بس في مواقع فيها انتهاك للخصوصية اليوم يعني تماما. هن ممكن يفوتوا تهجير للصفحات او فيها بيسحبوا كل شيء في واحد عنده بصفحته، ممكن تنسحب، ممكن يهجروها، ممكن. فمشان هيك لازم نحن يعني المراهقين والأطفال ننتبه عليهم شو عم يتابعوا، شو عم يشوفوا، عدا الشغلات السيئة، عدا انه ممكن يدخل بشغلات سياسية هو ماله فيها، يدخل بمجموعات هو ماله فيها. لازم نحن كتير كتير نراقب الأطفال لما يكونوا عم نعطيهم موبايله. مو ولا انه الأم مثلا بدها تطبخ أو بدها تعمل أي شيء بعطي الطفل الموبايل ويلا، ما تنتبه مع مين عم يتواصل. في كمان رفقة السوق، يعني رفاق السوق موجودة على الموبايلات، موجودة على مواقع التواصل، ممكن يقودوا الطفل أو المراهق أو الشخص إذا ما كان هو واعي ومثقف ومنتبه ممكن يقودوا لكثير شغلات بترجع عليه بالسوق، ترجع عليه بشغلات ما لها منيحة ولا هي مفيدة. نرجع منقول إنه نحن لازم يكون في انتباه، يكون في دقة، يكون في خصوصيتنا، ما نحن ما كتير يعني ننشر كل شيء صور، ننشر يعني خلي يكون بشيء يعني بالمعقول مثل ما بيقول. طيب عزيزة هيك لنكون نحن بنوصف الواقع بشكل أدق إذا بدنا، ونحن بنحكي عن تأثير سلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، بس فعليا نحن مو قادرين نترك المواقع ولا نص ساعة ولا ساعة. فحتى يعني أغلب النصائح اليوم بتكون لوصفات النجاح أو حتى يعني أشخاص ناجحين بالمجتمع بيقولوا أنه حاولوا يعني عملوا جهدكم أنه أنتوا تفضوا يوم أو مو يوم عفوا ساعة باليوم بلا موبايل. فنحن عم نحكي عن سيطرة صارت كاملة أو شبه كاملة على حياتنا. كيف اليوم نحن ممكن نحقق أنه عن جد نحن نقدر ساعة أو ساعتين نترك الموبايل وما نقرب عليه أو نبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي؟ لأنه هون نحن بقى بنحكي عن استخدام يعني استخدام عادي، صار استخدام فوق الحد الطبيعي. يعني نحن مثل ما قلنا مستحيل انك تقدري تبعدي عن وسائل التواصل الاجتماعي، يعني صارت مثل سوسه او مثل ادمان يعني. وبنفس الوقت غلط انه نوصل لمرحله الادمان. دائما الانسان لما يحط هدف او يحط قرار لازم ينفذه. ودائما بنقول انه الانسان هو مرايه او الشخص مرايه لابنه، مرايه لطفله، مرايه لاهل بيته. فمشان هيك علينا انه نحن نبدا من ذاتنا، انه انا مثلا قررت اليوم انه
ما بدي امسك الموبايل ورق الرب عليه مثلا هيك لوقت فراغي، لوقت مثلا للساعة كذا، بدي حاول اتحكم، حاول لو ما وصلت للساعة اللي انا حكيت عليها بس يعني كل يوم بقرب شوي، كل يوم بقرب شوي. هلا هو ما فينا نقول انه ابدا انه نتخلى عنه او انه ما نتواصل او ما، بس شوي شوي ممكن نحن نخفف الوقت اللي عم نقعد فيه على النت، نخفف الساعات اللي عم نقعد فيها على النت، نخليه مثل ما قلت بوقت فراغنا، نخليه للضرورة، ما يصير إدمان. يعني مو والله أنا تاركة شغل بيتي وتاركة عملي وتاركة أولادي وقاعدة مثلاً عن موبايل كل 3-4 ساعات سوا، أساساً هو بيعمل تشتت بالأفكار، بيعمل فقدان للذاكرة، بيعمل يعني مثل نحن كنا مثلاً نحفظ أرقام تليفونات كتير، كنا جدول الضرب كذا كذا، هلأ ما عم نكلف حالنا او نشغل مخنا بتلاقي دغري يلا اي معلومه اي شيء فتحنا هالموبايل، هذا غلط. يعني هذا الشيء غلط، مشان هيك نحن لازم بس مشان نعيد ذاكرتنا، نعيد العادات اللي كانت. هلا نحن بالاعياد او المناسبات او دائما كان العائله تروح تزور بعض، تمام؟ هلا بتلاقي بيكتفوا بمسج، برساله، بفيديو معايده. يعني هي الشغلات والعادات تغيرت. هذا بنعتبره اكيد شيء سلبي. يعني هلا للبعيد اكيد ايجابي، للبعيد اللي احنا ما بنقدر نوصل له اكيد هي شيء ايجابي، اما للقريب للجار تلاقي احيانا بالبيت نفسه يعني عم يتراسلوا بالموبايل، يعني ما في هداك الحديث، ما في هداك التواصل. هلا نحن عم يمرق عنا اطفال كثير حالات توحد، كنا من زمان يعني يمرق ولد بالالف صار ولد بالمية، صار عندك تقريبا يعني ولد كل 25 طفل بتلاقي بيمرق معك طفل عنده حاله توحد. ليش؟ تجي بتسألي الأم والله تمسك ابنك الموبايل، ايه بالساعات ما شاء الله شو بيعرف يفوت على مواقع، ما شاء هي مو ذكاء. يعني والغلط الأكبر انه نحن والله الأم اذا بدها تعمل حالة انه هي بدها تكافئ طفلة او رح اعطيك الموبايل ساعة، اعطيك الموبايل ساعتين، هذا الشيء غلط. يعني هذا الشيء كتير كتير غلط، لا بالعكس نحن ما لازم نعمله مكافأة وما لازم نعمله انه هو شغلة حلوة. تمام. فمثل ما قلت نحن نبدا من نفسنا، يعني فينا نحن انه نعمل اختبار لذاتنا، يعني نبلش شوي شوي نخفف من استخدام الموبايل قدام اولادنا، بس يجي عنا ضيف بس نروح على عند حدا نحاول ما نمسك الموبايل، نحاول انه يعني نبعده عنا، يعني نشغل بالمجموعه اللي نحن فيها بالشيء اللي نحن فيه. تمام. بما انه عم نركز يعني اليوم على الفئه العمريه الصغيره الاطفال، عندك بنشوف بعض الاطفال اللي بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي ممكن يكونوا بطريقه خطا، ممكن تؤدي انه يكونوا انطوائيين بالحياه. صحيح. نفس الوقت ممكن نشوف اطفال اذكياء بيسالوا كثير، بيبحثوا عن المعلومه. فقد ايه مهم نحن اليوم كاهل التربيه الصحيحه نوعيهم كيف يستخدموا هي الوسائل، انه في استخدام مناسب لهم. تماما. دائما لازم يكون في مراقبه من الاهل. انا حتى لو اعطيت ابني الموبايل لازم اكون قاعده قريبه منه، لازم اكون قاعده جنبه، لازم انتبه على شو هو عم يفتح، لازم انتبه هو على شو عم يتابع، لازم انتبه مين عم يتراسل. تمام. فدائما المراقبه والتنبيه والتوجيه من قبل الاهل لازم يكون مستمر، يعني بشكل مستمر، مو انا مثل ما حكيت انه اعطيت الموبايل ساعتين وثلاثه مالي شايفه. هلا في حتى بالموبايلات العاب خطيره، يعني في لعبه مريم وقبل الحوت و كثير هاي الشغلات عم تؤدي احيانا للانتحار، عم تؤدي للطفل عم يصير عنده حالات فظيعه، بتؤدي للخوف، بتؤدي. فكثير كثير ضروري انا لما بدي اعطي ابني علمه على المواقع اللي بده يفوت عليها، هذا الموقع لا تدخل عليه، او ممكن احذفه من الموبايل اللي انا بدي اعطيها. تمام. وبدي يكون منتبهه وبدي نبهه ووجهه، هذا الشيء غلط، هذا الشيء صح، هذا بيفيدك، هذا بيضرك. تمام. اها. طيب ممكن نصائح هيك اخيرا نقدمها اليوم لكل الناس؟ تمام. هلا اول شيء مثل ما حكيت انه نحن ابدا ما فينا انه نتخلى عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بس خليها تكون يعني بالمعقول، ما نكون مدمنين عليها، نستخدمها بشيء مفيد، نستخدمها باوقات معينه، نخليها يعني كثير كثير مهم انه نحن تحت الخمس سنين رجاء ما يعطوا الاهل موبايلات للاطفال، لانه بتلاقي ابن سنتين مثل ما حكيت وابن سنه ونص بحطوا له غنيه او بيعطوا له موبايل. فكثير كثير مهم انه نحن كمان نتابع اطفالنا، نتابع اولادنا، ننتبه على الشغلات والمواقع اللي عم بيفوتوا عليها. اكيد. بدنا نشكرك كثير ولكل المعلومات يلي قدمتي لنا اياها استاذه عزيزه، شكرا لك. اهلا وسهلا. العفو. اهلا وسهلا فيكي. اما هلا صار الوقت لنروح لغرفه الاخبار للاطلاع على اخر المستجدات على الساحه المحليه العربيه والعالميه مع زميلتنا شيرين. يسعد صباحك. صباح الخير.
صباح الخير نيرمين. صباح الخير هايدي. مشاهدينا موجز دي أهم وآخر الأنباء بعد هذا الفصل. أهلا بكم. شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جديدا على قطاع غزة المحاصر مستهدفا بغارات مكثفة مختلف مناطق القطاع. وسائل الإعلام فلسطينية ذكرت أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات مستهدفا بالصواريخ محيط مستشفى محمد الدرة للأطفال وحي التفاح شرق مدينة غزة ومدينة دير البلح وسط القطاع وشرق خان يونس وجنوب رفح وبيت حانون وبلدة جباليا شماله، وما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم طفل وإلى أضرار بالغة في المستشفى والممتلكات والبنى التحتية الفلسطينية. وردا على جرائم الاحتلال، نفذت المقاومة الفلسطينية عملية بطولية في تل أبيب أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة آخرين. كما نفذت المقاومة الفلسطينية عملية بطولية في منطقة الأغوار بالضفة الغربية أسفرت عن مقتل 3 من المستوطنين. ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الوضع في سوريا ومسار التطبيع بين دمشق وأنقرة. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك: أولينا اهتماما خاصا للتسوية السورية في سياق عملية التطبيع بين سوريا وتركيا بوساطة روسية، مضيفا: هذه العملية لا يمكن أن تتم في لحظة واحدة، لابد من تعزيز الثقة والشفافية وتوازن المصالح الشرعية للمشاركين في هذه العملية. وفي خبرنا الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة استأنفت برنامج بناء المختبرات البيولوجية في أوكرانيا وتقوم بتوسيع برامج تدريب علماء الأحياء الأوكرانيين. قائد قوات الحماية من الإشعاع والكيميائيات والبيولوجيا التابعة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوليوف قال رغم التوقيف الاضطراري المضطرب بإجراء العملية العسكرية الخاصة، تم الإعلان واستئناف الأنشطة في إطار البرنامج، تتمثل المهام الرئيسية في هذه المرحلة في مواصلة بناء المختبرات البيولوجية في أوكرانيا وكذلك توسيع أشكال تدريب علماء الأحياء الأوكرانيين. ختام الموجز، والآن عودة إليك نيرمين. شكرا إليك شيرين، وأكيد مكفاين بباقي فقرات صباحنا غير. رح ننتقل من عالم السياسة لعالم الجو والطقس. شفنا اليوم هيك في شوية برودات، صرنا أصلا أسبوع الطقس ما عم يكون حسنا شوية برودة كأنه اليوم. صحيح، أكيد. لنتعرف أكثر نيرمين على أحوال الطقس، معنا عبر الاتصال الأستاذ حسان الجردي لحتى يخبرنا أكثر عن الموضوع. صحيح، أكيد معنا عبر الاتصال الهاتفي مثل ما قلنا الأستاذ حسان الجردي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، سعد صباحكم يا أخي. أهلا وسهلا فيك. بالبداية كنا عم نحكي أنه حسينا شوي درجات الحرارة منخفضة اليوم واليومين الماضيين، خلينا نحكي كيف رح تكون حالة الطقس للأيام القادمة. هلا صباح الخير من جديد. صباح الخير. بالنسبة للحالة الجوية السائدة والمتوقعة، هلا نحن بفصل الربيع ومتميز فصل الربيع عن غيره، التغيرات السريعة بالنسبة للحالة الجوية، يعني نحن بالأسبوع ممكن يكون في عنا تقلبات مثل ما ذكرتي ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، وبتكون إن شاء الله البطولات في أغلب الأوقات عم يكون في إلها حضور ولكن بمناطق متخصصة تختلف عن من منطقة إلى أخرى. الأسبوع اللي نحن هلأ بلشنا فيه من اليوم راح تكون الأجواء ببداية الأسبوع أجواء ربيعية. انقطع الاتصال كأنه نعمل مرة تانية نحاول الاتصال لنعرف أكثر أحوال الطقس. لبما يجهز الاتصال خلينا نروح لمحافظة الحسكة تحت شعار أملنا بشار لنكمل المشوار. عقد فرع طلائع البعث بالحسكة مجلسه السنوي في قاعة المركز الثقافي العربي بالحسكة. تفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. تحت شعار أملنا بشار لنكمل المشوار، عقد فرع طلائع البعث بالحسكة مجلسه السنوي في قاعة المركز الثقافي العربي بالحسكة. أمين فرع الحسكة لحزب البعث تركي عزيز أكد أن ما شاهدناه من طروحات أطفال طلائع البعث يجعلنا نعول كثيرا على مستقبل هذا الجيل ووعيه.
طبعا التفاؤل من خلال هالقامات الرائعة جدا اللي نعتز فيها. طبعا البذور دائما البذور الناضجة تأتي بثمار طيبة، وهذه الثمار طيبة إن أمل فيها إن شاء الله في المستقبل أن تكون يعني جيل واعد. محافظ الحسكة وخلال حضوره فعاليات المجلس أشار إلى أن سوريا ماضية نحو مستقبل مشرق من خلال هذا الجيل. جيل بينتظرنا بمحافظة الحسكة هو جيل سيحمل يعني الشعار ويقود المسيرة، وبكل ثقة وبكل اقتدار يعني المنظر اللي شفناه اليوم بهذا المؤتمر من هؤلاء الطليعيين بيعبر عن حب وعن إيمان صادق بالوطن، وعن أنهم يحملوا الراية ويحملوا الشعلة ويمضوا نحو مستقبل مشرق. وخلال فعاليات المجلس كرم فرع طلائع الحسكة عددا من المشرفين المتميزين والنشيطين بفرع المنظمة. تميز هذا المجلس اليوم بطروحات الجريئة والواضحة والصريحة لأطفال منظمة طلائع البعد في طرح المشاكل، في طرح المقترحات وإيجاد حلول لأي مشكلة ممكن أن تطرح بهذا المجلس. أنا من المكرمين، وهذه شهادة حق، شهادة نعتز بها في وطننا الحبيب. اليوم طالبنا بيجيبونا خزانات مياه لأنه ما في مياه للشرب. قدمنا متطالبات مثل الاهتمام أكثر، مسابقات الرواد. الطروحات تميزت بجرأة طرح المشاكل والمطالبة بتأمين حديقة لتكون منتجعا لطلائع البعث. أحمد الحمدوش، الإخبارية السورية، الحسكة. أهلا مشاهدينا، رح نروح لفقرتنا القانونية ورح نحكي عن موضوع كتير مهم بحياتنا العملية. كتير من الأشخاص ممكن يوقعوا ضحية النصب والاحتيال بسبب موضوع سند الأمانة. رح نتعرف أكثر على سند الأمانة وشو هي الإجراءات القانونية المتعلقة فيه. كل هي التفاصيل مع ضيفنا لليوم الأستاذ المحامي محمد المهدي. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. بالبداية خلينا نتعرف من حضرتك عن المقصود بجريمة إساءة الائتمان. هلأ جريمة إساءة الائتمان وفق القانون السوري هي محددة بنص قانون العقوبات العام بالمادة 656 تحديدا. موضوع سند الأمانة، سند الأمانة كتعريف هو الشيء يلي بيكون محرر بسند بيجعل من محرره مرتكبا لجرم إساءة الائتمان في حال عدم رد المبلغ المذكور بالسند عند المطالبة. فالعبرة بسند الأمانة هي الشكليات اللي موجودة ضمن السند نفسه، ومو العبرة هي موضوع العنوان تبعه. يعني مو شرط أن اليوم إذا عندي ورقة ومكتوب عليها سند أمانة ويكون مو مستوفية شكليات معينة بالصياغة تبعها وبالكتابة أنه تكون هي سند أمانة. نحن عنا نقطتين أساسيات بسند الأمانة ليتحقق بغض النظر عن العنوان تبعه. أول شيء هي بدها تكون مذكور بأنه المبلغ اللي مستدان فيه للسند هو على سبيل الأمانة ولحين الطلب. فهدون الشكليين الأساسيين جوهر هنن عقد سند الأمانة، جوهر هنن سند الأمانة نفسه. تمام. يعني من المعروف أنه سند الأمانة كتير مهم لحتى نحفظ الحقوق. اليوم خلينا نتعرف أكثر من حضرتك أستاذ عن الشروط بسند الأمانة. هلأ شروط سند الأمانة فينا نحن نلخصها هيك بقصة صغيرة. إذا أنا اليوم إجا لعندي شخص طلب مني مبلغ على سبيل الدين أو على سبيل الأمانة أو على سبيل أي شيء، أنا قلت له أنا موافق أني أعمل لك سند مقابل أني أعطيك هالمبلغ المادي اللي أنت محتاجه، بس أنا في عندي شروط بحاجة لأني أكتبها بضمن الورقة اللي حتكون مكتوبة بيناتنا لحتى أعطيك هالمبلغ. قال لي موافق. شو هنن هدون اللي بدك ياهن أنت الشكليات أو الشروط اللي أنت ذكرتها؟ أول شرط أنا بدي أكتب له بسند الأمانة أنه موجود عندك مثلا مبلغ مليون ليرة سوري على سبيل الأمانة. بدي أذكر أنا هاي اللفظ صراحة بالنص أنه على سبيل الأمانة، وبدي أذكر أنا أنه هذا المبلغ موجود عندك على سبيل الأمانة لحين الطلب. فسند الأمانة ما بيكون محدد لمدة،
انه انا استدنت منك هالمبلغ هذا او دينتك هالمبلغ هذا لمده شهر. اذا كان محدد بمده بنسميه سند دين. محدد بمده هو بيفقد صفته كسند امانه بيتحول لسند دين. بيتحول لسند دين. الفرق بين سند الدين العادي وسند الامانه انه سند الامانه هو حين الطلب، ودائما نحن في عنا شيء بانه نحن بحال كان سند الامانه محدد بمده لنا، حكينا انه نحن بيفقد هو شقه الجزائي بيتحول هو لسند دين، ونحن في عنا انه لو نحن بحال تم اتفاق بيناتنا انه نحن بدي اتدين منك انا هي المليون مثلا لمده شهر بس كتبتيني على سند امانه وثاني يوم طالبتيني فيه، وهذا شيء بيوقع فيه مثلا ممكن الناس انه انا اتدينت منك هالمبلغ هذا، قلت لك انه هذا المبلغ لفتره معينه او لحين الطلب نتيجه اتفاق معين انه لشهر، كتبت على حالي سند امانه واعطيتك اياه، انت ثاني يوم طالبتيني فيه، فهي مطالبتك محقه. لانه نحن في عنا شغله بيقولوا لك انه الكلام الشفهي لا سلطان عليه بوجود شيء كتابي. هي قاعدة يعني قانونية انه الكلام الشفهي لا سلطان عليه بوجود شيء مكتوب، فشو نحن حكينا انه جوهر هو سند الامانة انه المطالبة بالمبلغ لحين الطلب. فلحين الطلب هي بتنفي اي اتفاق تم بيني وبينك على المدة بحال هي ما كانت مكتوبة. طيب اي الاكثر امانة؟ معناتها عم نحكي لاسترداد الدين هو سند الدين مو سند الامانة. إذا أنا بدي استرجع ديني مثلا هو محدد بوقت معين للطرفين هو أكثر أمانا إذا بدنا نحكي؟ هلأ سند الأمانة نحن العبرة فيه هي وقت اللي نحن بدنا نطالب فيه لسند الأمانة، نحن اللي بيتم المطالبة فيه عن طريق أول شيء المصالحة عليه برسوم بسيطة بتندفع عن طريق المالية، بعد المصالحة عليه بيتم توجيه إنذار بموضوع سند الأمانة، بيكون محدد الإنذار بمدة معينة. يعني مثلا انا بمهلك بانذار بسند الامانه مثلا لثلاث ايام لخمس ايام للمده الزمنيه اللي بحدد لك اياها بالانذار، جوهر وركن من اركان جرم اساءه الائتمان هي الانذار. يعني الانذار هون يتلخص، يعني نحن عندنا جرم اساءه الامانه ما بيكفي انا اني طالبك فيه وانت ترفضي المطالبه تبعي، ركن من اركان الجرم يلي بتتحرك عليه الدعوه هي الرد على الانذار بانه ما تم الوفاء فيه بعد الإنذار. تمام. خلينا نوضح أكثر الفرق بين السندات المطبوعة والمحفوظة أو المكتوبة عند كاتب عدل أو محامي، مين إلها تأثير أقوى من الثانية؟ هلأ ما في نحن عنا عبرة بتنظيم سند الأمانة سواء عند محامي ولا سواء المطبوعة اللي عم تحكي عليها أو عند كاتب عدل أو أي شخص كان. الجوهر بس بسند الأمانة إنه ما يفقد شيء من الشروط اللي حكينا عليها، انه اول شغله نحن عندنا ما بيتحدث سند الامانه بتاريخ. وسند الامانه في كثير اخطاء شائعه بيوقع فيها الناس، بيقول لك انه سند الامانه بعد فتره بيفقد قيمته او ما عاد بيحق لك طالبي فيه. هي لا، هي نحن في عندنا التقادم على سند الامانه هي محدده بثلاث سنوات كشق جزائي. يعني نحن شق الجزائي اللي بيحبس فيه لسند الامانه هي ثلاث سنوات، بس الثلاث سنوات بيبدا العد فيها وبتبدا من تاريخ توجيه الانذار وليس من تاريخ تحرير السند أو من تاريخ حياستك له. يعني نحن من تاريخ ما منوجه الإنذار بالمطالبة بالسند وبيجينا جواب الإنذار، أنا جاني جواب الإنذار بس ما رحت كملت وحركت الادعاء قدام القضاء بالمطالبة وتحقيق جرم إساءة الأمانة، هون نحن عنا بينعد ثلاث سنوات للشق الجزائي. بحال مضوا هدول الثلاث سنين نحن بعد توجيه الإنذار بصير نحن في عنا هون مطالبة مدنية بمبلغ المالي اللي بيكون موجود بالسند. المطالبة المدنية هي بتسرع عليها التقادم الطويل اللي هي 15 سنة، بس نحن هون ما عاد في عندنا الشق الجزائي اللي بيحبس. طيب خلينا نحكي هيك أكثر عن يعني كيف نحن ممكن ننصح الأشخاص اللي بيكتبوا على حالهم سندات أمانة، كثير بنشوفها هي الحالة منتشرة، يمكن بتصير هيك أي ورقة بيضاء وبيكتبوا عليها موضوع سند الأمانة، خلينا نحكي شو الشروط الصحيحة لتكون وكيف يعني شو المخاطر ممكن يوقعوا فيها الناس بحال كتابة سند الأمانة. هلأ بداية أول شغلة يعني بدك تنصحي فيها، نحن بدنا ننصح الطرفين اللي بدهم يكتبوا سند الأمانة. هلأ أول شغلة بالنسبة للي عم يكتب سند الأمانة لصالحه هو اللي عم يدين المبلغ المالي، هلأ أول شيء أنت بدك تتحققي من بصمة هذا الشخص وتوقيعه أثناء تحرير سند الأمانة.
في كتير احيانا اخطاء شائعه بيوقع فيها الشخص انه بيكون مثلا عنده المحبره اللي بده يبصم عليها فهي احيانا بتكون المعالم البصمه مطموسه اذا كان مثلا فيها حبر كتير او شيء. فوقت اللي بصير في عنا نحن انكار للبصمه على السند او بنحتاج مضاهات للبصمه فحيطلع هي عباره عن بقعه من الحبر ما حتكون فيها معالم البصمه واضحه. بالنسبه للشخص اللي عم يكتب على حاله سند الامانه أهم شغلة أنت احتفظ بنسخة عن السند اللي عم تكتبه على حالك. أنت ممكن تسد هذا المبلغ ويجي يعطيك أي سند أمانة تاني يضل أنت عنده البصمة تبعك والسند الصحيح اللي أنت يعني عنده على حالك. يعني عادي السند يتصور فينا نقول بيتاخد فيه؟ ممكن يتاخد عنه صورة ضوئية. أهم شغلة أنا أكتب السند بخط إيدي كأنا شخص عم حرر سند على حالي إنه أكتب أنا السند بخط إيدي ووقع وأبصم بنهاية السند لحتى يكون أنا هذا السند وقت اللي باخده أنا أتحقق بأنه هذا هو نفسه. زائد في عنا خطوة إضافية ممكن عند سداده أنه أنا أخذ منه كمان إبراء لزمتي من مضمون هذا السند لأنه نحن اليوم عنا شغلة كمان بحال الشخص عم ينظم سند على حاله ما بيكفي أنا أني أبصم على سند وأترك لك يا فاضي فهي أهم شغلة أنه أنت لا تبصم اليوم على سند أمانة فاضي على بياض. اليوم البصمة على بياض بتخول صاحب السند اللي حيكون معه أثناء المطالبة بأنه يملي المبلغ اللي بده إياه وأنت بصمتك السابقة على بياض هي عبارة عن تفويض ضمني لأي شيء وموافقة مني على أي شيء رح تكتبي لي إياه أنت بالسند تعبيه. يعني ممكن أنا يكون المبلغ اللي بيناتنا عبارة عن 1,000,000 ليرة أنت تكتبي بقيمة السند 100,000,000 أنا بصمتي السابقة أنا أتمنتك على إملائه. فأهم شغلة ما ينترك سند فاضي. المبلغ اللي محدد بيناتنا هو بينكتب. موضوع هي ترك السند فاضي عبارة أحياناً الناس أنه بتخاف من فروقات العملة إذا كان المدة طويلة شوي. سند الأمانة لأن ما بيصير نحن في عنا في تعويض قد ما صار في تغيرات بالنسبة للعملة لأنه هي موضوع الأمانة أنه أنا حاطت عندك هالمبلغ المالي بس فوقت اللي بدي طالب فيه أنا ما بطالبك بفروقاته أو بطالبك بتغير عملة أو بطالبك بشيء. مو بس فروقات يمكن العملة أيضا يلي بيكتب السند يعني صاحب المال هو بيعتبرها كمان وسيلة للضغط النفسي أنه أكيد الواحد ما أنه مرتاح أنه هو كاتب على حاله أو تارك سندات فاضية عن شخص معين فالشخص الثاني بيصير بس بده يوفي هذا المبلغ أو الشيء المؤتمن عليه ليسترجع هدول السندات. يعني هي كمان مو بس فروقات العملة عم تكون أيضا يمكن عم يستخدموها كجانب نفسي الضغط على الطرف الثاني. هلا الجانب النفسي هو بسند الامانه هو الشق الجزائي اللي فيه بالحبس. واليوم حتى سند الامانه نحن في عندنا شق له كمان احيانا الناس انه من وجهه نظرها انه سند الامانه بس بيحبس. سند الامانه بحال كان الشخص اللي كاتب لي انا فيه بيملك عقار بيملك قصه انا فيني انه كمان قوم بحجز احتياطي ضمانا للوفاء بالسند على هي الاملاك. يعني وهذا الشيء كمان موجود قانونا وبتسرع عليه المحاكم وبتجهله احيانا الناس حتى اللي بتنظم السندات نفسها. طيب خلينا نعرف اكثر سند الامانه وين بينكتب اليوم باي محكمه هل هو بحاجه لشهود؟ هلا سند الامانه ما له بحاجه لا لشهود ولا بحاجه لشخص معين ينظمه. حكينا نحن بحاجه شكليات معينه وبحاجه للشروط وعدم تحديد المده اللي موجوده فيه. بحال نحن وصلنا لموضوع انه اساءة الائتمان ووجهنا انذار مثل ما حكينا وهذا الانذار ما استجاب له الشخص بعد مضي المدة المحددة اللي نحن انذرناه فيها نحن هون بيتحرك عنا جرم قدام محكمة بداية الجزاء. محكمة بداية الجزاء هي اللي مختصة بالنظر بموضوع سندات الأمانة. جرم اساءة الائتمان بالقانون السوري هي تتراوح مدة العقوبة تبعه من 6 أشهر لـ3 سنين. من 6 أشهر لـ3 سنين بحال كان هذا الشخص اعتبر مسيء للأمانة. في عنا حالة محددة هي بحال كان الشخص اللي معه سندات الأمانة مثلا أنت عندك سند أمانة عطيتني إياه أنا محامي لحتى أروح أنا أني أطالب لك فيه وأمشي لك بالإجراءات تبعه بالمطالبة. بحال أنا أسأت استخدام هذا السند نتيجة تقصير معين أو أتلفت أنا هذا السند أو أي شيء معين أنا يعتبر الجرم تبعي اللي برتكبه مضاعف عن الجرم تبعك نتيجة أني أنا شخص قانوني وأنت حطيتي عند محامي. فالجرم التلاعب بسند الأمانة بأي شيء معين هو مضاعف بحال كان هذا الشيء صادر من محامي لأنه هو رجل قانون يعتبر.
أكيد. طب خلينا نحكي أكثر، هو شو سند الأمانة الأكثر شيوع اليوم ولشو بيكون؟ سند الأمانة الأكثر شيوع هو عبارة عن الشيء المحدد اللي أكثر الناس بتشوف الصياغات تبعه، اللي هو أنا الموقع أدنى فلان فلاني، مفصل الاسم، استدنت من فلان مبلغا قدره هو كذا. هون نحن بالنسبة للمبلغ بدنا نكتب المبلغ، نحن نحاول أرقام وكتابة. العبرة بالأرقام والكتابة، نحاول نحن حتى بالكتابة إنه ما نترك فراغات. يعني اليوم أنا إذا بكتب مثلا المليون وبحط واحد والست صفار مليون وبكتب فقط مليون ليرة سوري وبترك فراغ بعدها، ممكن تحطي أنت بعد المليون و بصير مثلا مليون و كذا، تغير المبلغ. نحاول نحن ما نترك فراغات لما يصير في أي تحريف. العبرة بالكتابة والأرقام إنه هي بحال نحن صار في عنا خطأ بالأرقام الكتابية، فالعبرة دائما بتكون للكتابة. يعني بحال صار في تناقض بين الكتابة وبين الرقم. بعد المبلغ نحن حنحط إنه هذا المبلغ بضمن مضمون السند الكتابي على سبيل الأمانة لدى هذا الشخص لحين طلبه. بالنهاية حيكون في توقيعه وبصمته، مو بحاجة لا لشهود ولا لشيء. نحن اليوم نحن عنا دليل كتابي هو بينفي أي شيء تاني، ونحن مو بحاجة لإثباته أو نفيه بالشهادة. يعني الدليل الكتابي بينفي دليل كتابي معاكس، ما في دليل كتابي بتنفي شهادتي. طب خلينا نحكي هيك مفصلا، اليوم كتبنا سند الأمانة وصار وقت التحصيل وما تم تحصيله، من وين بنبلش؟ هل بيروحوا الشخص بيروح لعند محامي، بيروح على المخفر، بيروح على المحكمة، من وين بتبدأ الإجراءات؟ هلأ النصيحة القانونية هي أنه يروح يبلش عند محامي، لأنه إحنا في عنا أكثر من طريقة لتحصيل سند الأمانة. يعني اليوم نحن في عنا طريقة لتحصيل سند الأمانة، هي بداية بس نحن بناخد سند الأمانة، ونحن بس بناخد سند الأمانة وفورا نحن بننزل بنحط هذا السند بدائرة التنفيذ. بس وضعنا هذا السند بدائرة التنفيذ أمام رئيس التنفيذ حيتم المطالبة فيه. بس نحن هاي الخطوة بتأشكلنا أشكال كتير بسيط، إنه بحال هذا الشخص إجا ودفع أي دفع قدام رئيس التنفيذ بإنه هذا السند مو هو اللي منظمه وهي مو بصمتي أو أنا هذا السند تم الوفاء فيه، فرئيس التنفيذ ما بينظر بالموضوع، حيتم بإحالتنا لموضوع القضاء الخصومة لحتى نحن يتم مضاهاة البصمة أو نتحقق من صحة الدفع اللي دفع فيه أو لا. تمام. الطريقة الثانية اللي نحن ممكن نمشي عليها واللي أغلب الناس بتتبعها اللي هي الطريقة المضمونة تعتبر لحد كبير، اللي هي نحن ناخذ سند الأمانة بيتم المصالحة عليه، بيتوجه إنذار عن طريق الكاتب بالعدل خلال مثلا الوفاء بقيمة السند الفلاني خلال مدة زمنية 3 أيام 5 أيام الذي هو. بعد ما يتم تخلص المدة الإنذار، هون نحن بحال ما تم تسديده، حكينا أنه نحن الإنذار هو ركن من أركان الجريمة بإساءة الأمانة، بيتم تحريك الإدعاء عليه أمام القضاء بجرم إساءة الأمانة. تمام. طيب خلينا نوضح الفرق بين الشيك وسند الأمانة. هلأ سند الأمانة هو سند للوفاء بين بعض، أما الشيك هو بينتج عن عمل تجاري. سند الأمانة ما فينا نحن نعتبره نعتبره شيء تجاري ولو كان منطوي على غير ذلك بحال أنا نظمته. يعني لو كنتي أنت أخذ مني مبلغ معين على سبيل مثلا التجارة أو شيء، بس أنت قبلتي أنك تنظمي لي فيه سند أمانة، فأنت هون بحال المطالبة فيه، وما كان معك أنت وثيقة بتثبت أنه سند الأمانة تحرر نتيجة عمل تجاري أو نتيجة شيء معين، هذا سند الأمانة أنت بتوقعي فيه بجرم إساءة الائتمان. أما الشيك هو ينطوي تحت عمل تجاري. يعني الشيك نحن اليوم عدم الوفاء، ما في نحن عدم وفاء بالشيك. الشيك هو في جرم واحد هو إصدار شيك بدون رصيد. أما سند الأمانة أنت لو قبلتي نتيجة عمل تجاري أنك تنظمين سند أمانة، أنت ملزمة بالأمانة وبالأداء فيه. طيب خلينا نحكي أكثر اليوم هيك عن نصائح ممكن نقدمها لكل الناس بما يخص كتابة السند أو كيف ممكن يتعاملوا معه للطرفين. إذا بدنا نقول للطرفين، هلأ بداية حكينا أنه نحن اليوم قبل أي شيء إذا بدنا نحكي من جانب اجتماعي أو جانب أخلاقي أو أي شيء بدك تعتبري، أنا اليوم الشخص اللي بدون ما أكتب عليه ورقة، إذا ما بدي أنا أكون هذا الشخص عندي قناعة أو أي شيء يملي بأنه هذا الشخص حيأدي زمته، أنا ما حأضطر أني أكتب له سند الأمانة. واليوم الشخص اللي بده يكتب سند أمانة على نفسه
يعني إذا أنت كمان ما كان عندك شيء مستند عليه أنه أنت توفي بهذا السند، لا تكتب على حالك وتنظم هذا السند. أنا اليوم وقت اللي عم نظم حالي على حالي هذا السند، أنا عم بنشق على نفسي التزام التزام بأداء هذا السند، عم شكل على نفسي أنا وسيلة ضغط بحال أنا ما سديت هذا السند. والشغلة الثانية أنه لا تترك أنت سند الأمانة على نفسك بحال أنت اللي كنت عم تنشقه فاضي، لحتى ما يتعبى بالرقم أنت اللي حيكون موجود أيا كانت قيمته بعيدة عن الواقع اللي حيكون موجود. الشغلة الثانية، تحقق من بصمة أنت هذا الشخص، خذ له عنوان مختار ومؤكد بمشان أنت تبلغ وتوجه عليه الإنذار بحال أنت قمت بالمطالبة فيه وما سدلك. تمام، بدنا نشكرك كثير الأستاذ المحامي محمد المهدي، يعطيك ألف عافية. الله يعافي قلبك، شكرا كثير لك. أكيد بموضوع سند الأمانة بيضل الحذر هو يعني المفتاح الأساسي اليوم لحماية كل الأشخاص. أهلا وسهلا فيك. أما هلأ خلونا ننتقل للمبادرات الإنسانية والاجتماعية اللي عم بتكون ضمن شهر رمضان الكريم. تستمر مؤسسة بصمة شباب سوريا في دير عطية بتجهيز وجبات وسلل متنوعة عم تقدمها للأهالي بالمنطقة. تفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. ضمن مبادرات شهر رمضان المبارك التي تعكس صورة نموذجية لتعزيز قيم التعاضد الإنساني والتكافل الاجتماعي، تستمر مؤسسة بصمة شباب سوريا في دير عطية بتجهيز وجبات وسلل متنوعة مع بداية الشهر الفضيل لمساعدة الأسر المحتاجة. أطلقنا حملة الخير خيرك بشهر رمضان المبارك، بكل سنة عم بتكون هاي الحملة. طبعا نحن عم نشتغل على موضوع تجهيز سلال غذائية. السنة كانت السلال عبارة عن خضروات، وممكن بعض الأيام عم يجينا شيء يخص مواد مثل المعلبات تخص السحور، عم يتم كمان توزيعها. الاستهداف عم يكون للأسر الأشد احتياجا حسب القوائم الموجودة عنا. يظهر هذا العمل التطوعي التكافلي من خلال ما تقدمه هذه الدائرة في بصمة شباب سوريا بالدير عطية للمجتمع المحلي في هذه المدينة، وهذا دلالة على أن هذه الثقافة الموجودة في المجتمع السوري، ثقافة التعاون، ثقافة التعاضد، ثقافة العطاء، ثقافة الانتماء لهذا المجتمع والوطن، تظهر من خلال هذه التظاهرات. احنا بنحب نقول شكرا لكل من ساعدنا وقدم ومن وقته من جهده من الله قدروا عليه لحتى كلياتنا نكون ايد واحدة ونساعد بتقديم ونساعد هالعيال المتعففة والمستورة. احنا نقدم شيء لأهلنا ونقدم شيء على روحان للأسر المتعففة في دير عطية وفي غيرها. يعني نحن حاليا عم نقوم بتجهيز الحصص اللي هي عبارة عن خضرة. نحن يوميا عم يكون في عنا حوالي من 30 ل 40 سلة خضروات. المحتوى تبع عم يكون على هو ما بيكون مقدم إنه المتبرع. دوري أنا إني أنا أزين هدول الأوزان. أنا عم أزين بطاطا، البندورة، البصل. لازم كل واحد يكون دقيق بالميزان. الحملة تهدف إلى تقديم خدمات متنوعة والدعم الاجتماعي والنفسي لعدد من الأسر المحتاجة، تنوعت بين السلال الغذائية ووجبات إفطار وسحور وألبسة لتلبي مختلف الاحتياجات وتخفف الأعباء الاقتصادية عنها، وخصوصا في الشهر الفضيل. أما هلأ مشاهدينا لمحطتنا الثانية، ودائما بأوقات الأزمات والمناسبات الدينية والأعياد بيزداد وجود وجهود الجمعيات الخيرية التطوعية الإنسانية يلي بتسعى لفعل الخير ومد يد العون لكل المحتاجين بالمحافظات السورية يلي عم يمروا بظروف اقتصادية مادية معيشية صعبة. بيحاولوا أنه يساعدوهم بأبسط الإمكانيات، يعرفوا شو هي متطلباتهم، شو النقص يلي عندهم ويساعدوهم. أكيد هايدي، وضمننا صباحنا غير متعودين دائما
دائما نستضيف هي المبادرات الإنسانية وقديش عم تترك أثر حلو إيجابي بين أكيد. الناس وبالمجتمع. أكيد معنا فريق جديد رح نتعرف اليوم على جهودهم يلي عم تكون ضمن شهر رمضان الكريم. وأكيد بيسعدنا نرحب بالأستاذة المحامية رولان مشوح مؤسسة فريق رياض الخير، وأيضا الأستاذة لما بدران المسؤولة الإعلامية بالفريق. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا، رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم، صباحكم خير. هلا، أول شيء نبدأ مع حضرتك أستاذة رولان، خبرينا أكثر عن فريق رياض الخير، أيمتى تأسس؟ عنا فئة عمرية صغيرة ببلش من 13 لحد 40. أسسنا ب 2020 مع بداية كورونا لما صارت حملة الإغلاق للمحال التجارية، والعالم ما بقى في عالم تقدر تطلع بأوقات معين بسبب الحظر، وفي كتير من العالم هن بيشتغلوا بعقود مو يوم، مثلا يعني بيقبضوا قوت يومهم على هاي المصاري يوم بيوم، فهيدول كانوا هن الأكثر فئات احتياجا. هذا سبب من الأسباب اللي خلانا نبلش بين بعض كرفقات وعائلة نعمل السلة الغذائية ونوزع على دول العالم نحن بنعرفهم، ويوم بيوم اتطورنا وصرنا يعني عدد كبير. بعدين ب 2020 كمان بالشهر السادس سجلنا على منصة الجمعيات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وانطلقنا، وبعدين أخذنا متطوعين، وهلا صار عندنا تقريبا من كل الاختصاصات متطوعين، وصار الفريق موجود بكل المحافظات. أكيد. خلينا نحكي أكثر معك لما عن الجهود اللي عم تكون ضمن شهر رمضان الكريم، عن حملتكم اللي عم تكون، هل هي مطابخ، توزيع سلال غذائية؟ تفضل. هلا نحن بالأطلقنا تحدي الخير من 3 سنوات تقريبا، من بعد اول سنه يعني تاسسنا فيها تحدي الخير، اللي هو بيتضمن بمبادراتنا انه مثل بشهر رمضان المبارك نعمل مجموعه خطوات ونمشي فيها، ومنها افطار صائم اللي نحن عملنا فيها. طبعا هي السنه كان مختلف عن السنتين السابقتين لانه في استجد ظرف طارئ اللي هو زلزال، صار في ناس اشد حاجه عنا وانضمت لقوائمنا اعداد جديده، فنحن اضطرينا انه يكونوا معنا يعني بشكل اكثر، نكثف جهودنا وندعمهم بشكل اكبر. تحدي الخير اللي اطلقناه اللي هو من ضمن خطواته افطار صائم، كنا عم نعمل كل سبت افطار صائم، بنوزع وجبات غير السلال الغذائيه، وجبات اللي هو نهار السبت على الناس الفقراء والمحتاجين، ومن خلال جولات مجانيه. باي مناطق؟ بكل المحافظات ولا بس؟ طبعا نحن فريقنا بتواجد باغلب المحافظات السوريه، بدمشق وريف دمشق، بحمص وبالسويدة وباللاذقيه، يعني عم نحاول قدر الامكان نغطي اغلب المحافظات السوريه ونوصل لاكبر عدد ممكن من العائلات. تمام. استاذه رولان، دائما يعني النشاطات او المبادرات الخيريه الانسانيه بحاجة لآلية تنظيم معينة، اليوم شو الآلية اللي تبعتوا حضرتكم بالفريق؟ هلا نحن الآلية تبعيتنا، نحن أولا على التصنيف طبعا نحن أخذين الشريحة الأولى اللي هي أصلا بتشتغل بالأعمال الخيرية والأعمال الاجتماعية، ونحن في عنا يعني تقريبا نقدر نقوم بمبادرات من 5 أنواع، أنه نكون نحن إما داعم صحي أو داعم للتعليم أو داعم للخير. نحن بنأخذين هدول الشريحتين أكثر شيء، بنشتغل إما داعم خيري بنشتغل إغاثة أو بنشتغل داعم صحي، نعمل مبادرات أغلبها مع مرضى السرطان أو مع مرضى القلب، وعملنا كذا حملة لقاح لكورونا. وبالنسبة للإغاثة نحن عنا سلات غذائية برمضان، عنا بعيد الأضحى دائما بنكون عم نوزع لحمة في يعني في ذبح خواريف دائما، بعيد الفطر عنا دائما برنامج خاص بالأطفال، يعني إما كسوة إما ألعاب. نحن الآلية تبعيتنا اللي بنتبعت لك ناخذ الشريحتين، هاي الشريحة تبعيتنا هاي، لكن إن شاء الله نحن فريق رياض الخير ولا دايما كل فرق بتصير إما جمعية أو مؤسسة، نحن رايحين لنصير مؤسسة نقدم هاي الأوراق، فنحن بصير بحق لنا ناخذ شريحتين كمان، فنحن حناخذ تنمية مجتمعية معهم فحنشتغل هذا الشيء خاصة لقطاع الأطفال، ونحن أغلب مبادراتنا أصلا بتكون مع الأطفال. يعني حقيقة هو نجاح مبادراتنا عم بيساعدنا كثير بإنه نحن نتحول من فريق شبابي تطوع على منصة منظمات غير حكومية لبطور انه نصير نحن بطور مؤسسة ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. طيب خلونا نحكي اكثر هيك عن اجواء الفريق عندكم والتطوع، انتم حكيتوا انه بالمحافظات كلياتها وبلشتوا يمكن قلتوا بال 2022، يعني ما هو وقت كثير كبير لحتى تتوسعوا هيك بالمحافظات كلياتها، فخلينا نحكي عن عدد المتطوعين بكل محافظة، كيف بيتم التنسيق اليوم بيناتكم يعني بين الإدارة الموجودة هون وبين المحافظات؟ هلا حقيقة استجابتنا للزلزال كوننا نحن بالأساس فريق إغاثي، يعني بالتوازي مع عملنا الأساسي اللي نحن عم نشتغل فيه
هو ساعدنا انه على الانتشار بالمحافظات اكثر، لانه بدك تعملي استجابه طارئه. فيعني اذا كان عندك شخص مثلا شخص او شخصين او ثلاثه بمحافظه ثانيه، بدهم يعني تتكاثف الجهود مشان نقدر يعني نلبي هاي الاستجابه. نحن يعني كنا بالعشرات مبلشين، بعدين ومثل ما تفضلت الاستاذه نحن من الفئه العمريه الصغيره عندنا لحد ال40 مقامين كثير بالفئه العمريه الصغيره، في عندنا عدد صغير عدد منيح منهم. شو اصغر متطوع عندكم اليوم؟ صف ثالث اصغر متطوع عندنا. اي بتلاقيه عايش الاجواء كثير. شو المهام اللي عاطينه اياها هو بالمطبخ؟ يعني هو حزري شو انه نحن اللي عندنا هدول الاطفال هن بتحسيهم اشطر واسرع الصراحه، يعني صح عم يشتغل اي شهلين هن. صح هلا نحن مثلا بيلزقوا الستيكرز تبع الفريق على الاكياس او على العلب، بيقدروا مثلا انه ينقلوا بيناتنا الاغراض مثلا مطرح، يعني هن المهم انه هن عم يشتغلوا، عرفتي شو؟ بيعرفوا يرتبوا الاغراض مزبوط، وطبعا اهم شيء يطلعوا على الجوله الميدانيه، يعني لازم يشوفوا العالم، واهم شيء انه هن يعطوا العالم بايدهم، هي هن بيعتبروها قمه المساعده انه هن قدموا شيء. بس في شغله قلتي نحن بال 2022 20 انا خربطت. اي تمام، لا نحن بال 2022 هي السنه الرابعه، يعني تقريبا هي السنه الرابعه، لانه السنه الرابعه نحن كان عندنا في فريق حلب نسيته لما هلا فرق المحافظات، نحن اغلبهم كانوا معنا هن بالشام، الصبايا مدربين معنا هون، لكن كانوا عم يدرسوا بالجامعه فالاغلبيه رجع على محافظاته. وخلال الاستجابه الطارئه لما كان في اكثر من يعني محافظه تضررت، فكنا نحن كونه فريق اغاثي عاده بننزل اول شيء على الارض، فهن الصبايا دغري انطلقوا بهذا الموضوع وشكلوا هنيك بين اصدقائهم او حتى اسرهم، وانطلقوا اخذوا نفس البرنامج كونه نحن هون متبعين هذا السيستم اللي بنشتغله. يعني نحن برنامجنا برمضان ثابت، برنامجنا بشهر سرطان الثدي ثابت، برنامجنا بعيد الفطر وعيد الاضحى ثابت. نحن يعني بس لما بيكون في شيء طارئ بنغير الاطار الشغل. صحيح. بنرجع لعندك لما خلينا نحكي اكثر، يعني اليوم دائما المساعدات سواء كانت انسانيه او طبيه هي بحاجه لرعي ودعم اكثر، كيف عم يتم اليوم تامين مستلزماتكم؟ عم تشبكوا مع جهات معينه؟ طيب هلا نحن كونا فريق تطوعي وشبابي وانطلقنا من مجتمع محلي، فنحن دعمنا من مجتمع محلي ايضا، فطبعا تلقينا كثير تبرعات من اهالينا، من رفقاتنا، من الناس المحيطه فينا، ويعني الدعم يعني اول باول، في متبرعين دائما، يعني دائما بضلوا بيجوا بيتبرعوا عنا، وكلياتهم يعني انه مجتمع محلي. هلا بالنسبه للامور الطبيه كنت عم تسالي، لما نحن الحالات اللي بناخذها اولا هي حالات بسيطه، يعني نحن ما فينا ناخذ بصراحه عمليه مثلا 70 مليون ابدا، لكن نحن هون دورنا بيكون حتى بالاجارات نحن عباره عن صله وصل ما بين المستفيد او المتبرع، عرفتي كيف؟ بس بطريقه انه نحن بنخدم المستفيد اللي نحن بنعرف انه هو فعلا بحاجه، بنزل اعلان على صفحاتنا الشخصيه مثلا، بيجي احد المتبرعين وبننزل نحن بنرافقهم على المشفى او على كذا، يعني حتى بيدفعوا بايديهم، عرفتي شو؟ بيحصلوا على وصل بقيمه التبرع، ونفس الشيء بالنسبه لعقود الاجار، بينزلوا معهم على المحافظه وبيثبتوا لهم عقد الاجار وبيعطوهم القيمه. طيب باي عمل اليوم، وخصوصا انتم عم تتعاملوا مع فئات مختلفه ومثل ما ذكرنا خلال الحديث متوسعين بمختلف المحافظات السوريه، شو الصعوبات اليوم بتواجهكم بالعمل؟ هلا كثير والله هو في صعوبات، يعني اوليتها مثلا انه نحن كفريق تطوعي بتلاقي، خلينا نحكي على الشركات التجاريه ابتداء، ما كثير بترغب تعطي مثل ما بتعطي مؤسسات او جمعيات، عرفتي؟ مع انه يمكن نحن اشد احتياجا نكون جمعيه لها اركان او المؤسسه لها اركان ثابته وعندها تمويل اصلا ثابت، المؤسسه ما حتصير مؤسسه الا اذا كان عندها تمويل حاطته وعم تشتغل عليه. فهذا رفض بنلاقي اول شيء. غالبا نحن كثير حركتنا اضيق لانه نحن بس عملنا مبادرات، عرفتي شو؟ يعني نحن كل مبادره بمبادرتها بنقدم عليها موافقه وبتكون مثل ما قلت لك بتاريخ معين بفتره معينه، رمضان، شهر 10، شهر الوردي، يعني دائما بده يكون في بيسبق هذا التاريخ. لهذا السبب نحن بالمحافظات مثل ما قلت لك لو نحن لحد الان المجتمع المحلي بصراحه وهن اصدقاء جيران رفقات اخوات كذا، هن هدول الداعم الاساسي والاولي، يعني وطبعا اعضاء الفريق يعني اللي لازين لا يقلونا ابدا جهد انه يشتغلوا بكل ما اوتوا من قوه. يعني تخيلي حتى باول افطار هيدا السبت كانوا عم يقولوا لي ان شاء الله بنفطر 10 اشخاص بس بدنا ننزل، يعني المستعدين ينزلوا اكثر من 60 شخص، متخيله انت؟ وبكل المحافظات بس لو بنفطر 10 اشخاص، يعني لو نحن بدنا نطبخ بايدنا مثلا ومنطبخ ناس انه نحن لازم نعمل افطار صائم ما نلغيها، ونحن بنبلش بمبادرات صغيره، يعني
نحن بنلعب صفحاتنا مثل ما قلت لك مثلا مبالغ صغيره 1000 2000 5000 لتتشجع العالم وبنعمل اشياء بسيطه على قدنا. هلا اكيد كل ما بيجي التمويل اكبر او التبرع اكبر من العالم كل ما بنوزع اكثر اكيد يعني. طيب هي الوجبات اللي عم بتكون يعني يوم السبت لمين عم تروح الوجبات؟ في يعني حدا هلا بالمناسبه بالوقت اللي نحن هلا فيه بالاستوديو يعني الفريق بالمقر المؤقت عنا عم بيجهز الوجبات لانه اليوم سبت واليوم في افطار صائم واليوم رح يكون في اجواء كبسه اليوم طيب. اليوم وجبتنا كبسه لانه اول سبت عملنا كبه مقليه، ثاني سبت عملنا رز بازاليا وهذا السبت هي اكلات مكلفه تعتبر اليوم عم نحكي كبه مثلا لانه في ناس يعني بهذا الوضع ما يعني في الى فتره منيحه مو فايته اللحمه على بيتها، فنحن بنحاول نوصلهم لو جزء بسيط او صح. بدورنا بهي الطريقه كثير في تفاعل كثير في اجواء حلوه الناس وهي عم تعمل خير حتى اعضاء الفريق كثير بتلاقي في متعب بالشغل لانه عم بيحققوا شيء من جواتهم خلال هذا العمل. طبعا في فئات نحن في عنا قوائم ثابته للمستفيدين لنا دائما بنوزع لهم بكل سبت هن من ضمن يعني اللي بنوزع لهم وكمان بنقوم بجولات ميدانيه على طريق بنستهدف فيها عمال الحدائق عمال النظافه او الحراس او يعني الاشخاص يعني بالشارع ميدانيا تمام. استاذة رولان يعني يمكن مو بس للاطفال عندكم عندهم فئه كثير كبيره عندكم بالفريق كمان للسيدات في حصه كثير كبيره بس بالاوقات الماضيه يعني احكي لنا اكثر عن المبادرات او الحملات اللي كانت تقام للتوعيه بشهر سرطان الثدي وايضا كمان لمرضى سرطان الاطفال. هلا نحن اول مبادراتنا كانت هي مع السرطان تمام. كنا بمركز الامال عملنا مبادره للاطفال ونشاط ترفيهي بيضمن برنامج معين وهدايا للاطفال مع شخصيه كرتونيه كانت عم تلعب مع الاولاد بس طبعا يعني اطفال مرضى السرطان بيبقى استيعابهم قليل فما كثير بياخذ برنامج طويل لانه هن طاقتهم ما كثير بتتحمل بيكونوا تعبانين بس لكن هيدا النشاط كان النشاط اللي كثير حبوه ويعني عملنا لهم نحن ذكريات وهدايا بشهر نفسه بمركز الامل برضه بعياده الدكتور حسن اللي دائما هو بيستقبلنا وشريك لنا اساسا يعني بالسهر الوردي نحن بندعي السيدات اللي هن من الفئتين حقيقه ان كان المتبرعات عنا او المستفيدات عنا ودائما في محاضره توعويه بتكون عنا عن مخاطر الكشف المتاخر اهميه الكشف المبكر طبعا هو في سنه من السنين كان حقيقه كان موجود في نسبه كثير كبيره يعني حتى نحن فوجئنا بهذا الكلام حتى في ناس بتعرفي بالسنه اللي بعدها خافوا بطلوا بدهم يجوا انه هن حيطلع معهم بس يعني دائما نحن بنقول لهم انه مو شرط كل عقده او كل كتله هي ورميه عرفتي طبعا هاي المحاضرات بتتقدم بنعمل لهم فحص ايكو بنعمل لهم فحص ماموجرام الحالات اللي كثير بيلاقوا فيها خطوره لا ممكن اذا حدا من يعني من المستفيدات لا سمح الله وصارت معنا بالسنه الاولى انه هي تعرضت لعمليه كمان مثل ما قلت لكم كنا نحن طبعا هون بصراحه كمان الدكاتره هنا كانوا مشكورين بقلب المركز لانه قاموا بكل العمليه من الاي تو زد يعني وغطوها بدون اي تكاليف وتم استئصال الورم والحمد لله بعد الناس اكتشفت بوقت مبكر فعلا الحمد لله يعني تلاحقت الحاله من اولتها ما تطورت يعني وصار انه كانسر يعني متطور يمكن هذا هو الهدف من التوعية هيك ولو سريعا رسالة بتحبوا توجهوها لأي شخص اليوم أو أي رسالة بتحبوا تفضل وجه أنا تفضل أول شيء أنا بدي أوجه الشكر الكبير لكم على استضافتكم وجه الشكر كتير كتير كبير لفريق رياض الخير اللي كتير هن بيتعبوا بهيدا الشغل لنوصل لهون واكيد للمتبرعين اللي بعدهم معنا من اول السنه لليوم وبتشكر كل الناس اللي كثير بتقول انه نحن عندنا ثقه وبتكتب عنا شيء حلو وبتمدحنا وطبعا بتمنى انه الفريق ينتشر اكثر واكثر ونصير مؤسسه خيريه ونقدر نوصل الرساله اللي نحن بنتمناها. طبعا الشكر الاكبر لكم لاستضافتكم ولتسليط الضوء على مبادرتنا اللي نحن كلياتنا امل بانه تستمر وتكبر اكثر واكثر. شكر لكل شخص تعب معنا وتعاون معنا من جمعيات ثانيه او من شركات تجاريه او متبرعين وشكر لكل انسان شخص سوري بقلبه ذره خير وبحب انه هالخير يستمر. اكيد استاذه رولان استاذه لما شكرا كثير لكم نورتوا صباحنا. شكرا لك. اهلا وسهلا فيكم نورتونا لليوم. صباحكم خير. اما هلا هيدي وصلنا لختام صباحنا غير يعني قبل ما نختم هيك بدنا متعودين دائما يوم السبت بتكون معنا زميلتنا رشا ايوب. صحيح. توفى والدها الامس اكيد باسمي وباسم كل أكيد. كادر الاخباريه اليوم وكادر صباحنا غير بدنا نتوجه بالتعازي لزميلتنا رشا العمر لك يا رب اكيد اكيد ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه يا رب بقيه هذا اليوم تحملكم كل تفاصيل الخير وراحه البال والرزق والسوريين دائما وين ما كانوا يكونوا بالف خير اكيد بقيه نهار
حلو لك يا نرمين. شكرا. وشكرا لكل الأشخاص يلي تابعونا ولجميع كادر صباحنا غير. بقية نهار يحملكم كل الخير والصحة والرزق، وإن شاء الله يا رب صيامكم مقبول وكل الدعوات والأماني تتحقق. لا تنسوا تتابعونا بكرة بنفس التوقيت، ومن هلأ لبكرة تبقوا بألف خير. باي باي.